مشاهدينا كيفكن؟ عبالكن تحلموا اليوم؟ عبالكن تروحوا معنا على جزيرة أقرب من الجنة؟ عبالكن تروحوا معنا كمان على مكان في من ميلة بريكين شاهقة وفي معابد وفي كمان أراضي مزروعة رز على مد النظر؟ مكان طقس بضله حلو كل السنة مع أنه بتشتي فيه أوقات. مكان زرته ضيفتي جيهان سفير. بونجور جيهان، كيفك؟ صباح الخير. أبا كبار. شو عادي ما فهمت عليك. عم سلم عليك باللغة الإندونيسية يلي فيها كلمات عربية. سلامات، تعرفيها بالعربي. سلامات مالام، سلامات باغي، وأبا كبار. كبار يعني خبر. وأبا شو الأخبار؟ شو الأخبار؟ أبا كبار. لكن هيدي اللغة الإندونيسية. ورح تاخدينا اليوم على أي جزيرة؟ جزيرة أنت مغرومة فيها جيهان. بدي أخدكم على بالي. هلا أكيد في كتير ناس بيعرفوا بالي، بس أنا صار لي عيش بالي وعيش ببالي بطريقة مختلفة، يعني مع الناس بالي. هلا حطيت الموسيقى، يعني عم بتأثر لأنه قد ما بحب هالجزيرة. عن جد سحرتك هالجزيرة. إيه بأي، يعني كيف رحت لهونيك؟ هلا أنا رحت أول مرة على بالي بشغلي. أنا مترجمة فورية في مؤتمرات دولية بتتنظم بعدة بلدان. بتسافر كثير؟ بسافر كثير. كم بلد صرت زايرة؟ شي 50 قولة. حلو. وأول مرة رحت على بالي ضمن مؤتمر دولي. بالفعل أول ما وصلت انسحرت بالناس. قبل ما أشوف الطبيعة انسحرت بالناس، بعدين صار لي شوف الطبيعة، وبعدين صار لي مرتين زيادة أرجع أروح شغل، وقررت أروح لوحدي. مشان هيك جبتينا كل هالصور الحلوة الرائعة اللي رح نكتشفها بحلقتنا اليوم من فواياج فواياج. بس جيهان، قبل خليني أعطي نتيجة مسابقة فواياج فواياج لهذا الأسبوع. كان السؤال من وين جاي تقليد أو عادة كعكة الملوك جالاتي هوا اللي بناكلها على عيد الغطاس أو الإبيفاني. أكيد الجواب الصحيح هو من فرنسا، وكان في كثير أجوبة صحيحة على صفحة فيسبوك لـ إم تي في لايف وصفحة فيسبوك لـ فواياج فواياج. أما الرابحة هي إميليا الياس أبي أنتون. إميليا الياس أبي أنتون، مبروك، ربحتي معنا عشاء لشخصين بمطعم باري دوغو اللي رح ياخدك دغري على الطعم الفرنسي الطيب كتير، لأنه هو مطعم غورمي. أشخاص بحبوا يستلذوا بالأكل الفرنسي بتوجهوا لهونيك، وفيك تستلمي جائزتك من استديوهات الام تي في بالنقاش. أما سؤالنا لهذا الأسبوع، سؤال منه صعب أبدا، لأن رح يكون الجواب خلال هالحلقة، وجيهان رح تجاوب عليه بتصور خلال الحلقة. والسؤال هو التالي: هل صحيح أنه الأكل ببالي معروف أنه أكل حر؟ هل صحيح أنه الأكل ببالي هو حر؟ لكن الجواب على صفحة فيسبوك لـ MTV Live وصفحة فيسبوك لـ فواياج فواياج. هلأ جيهان، رح نغوص بجزيرتك لألك، يعني رح سميها جزيرة جيهان قد ما حكيتينا عنها بشغف، وقد ما الصور كمان بتعبر عن جمالها وسحرها لهالجزيرة. أول شيء خلينا نشوف مشاهدينا بهال يعني الإكسري الصغير كيف فينا نسافر من بيروت لهونيك. هلأ جيهان، أنت سافرت من أوروبا لأني عايشة بأوروبا، بس إذا مشاهد لبناني بده يروح على بالي بده أكيد يتوجه من بيروت على الخليج، أبو ظبي أو دبي أو دوحة أو البحرين، ومن هونيك في يروح على كوالالمبور العاصمة الماليزية، ومن كوالا على بالي يلي مثل ما مبين علينا بتصير قريب كتير على أستراليا. وفي كمان شركات يعني طيران بتوصلنا دايركتلي من الخليج على بالي، بس بتكون السفرة كتير طويلة، يعني مشوار حرزين بتصور مشوار نهار كامل مع فرق الوقت، ما هيك؟ ايه ايه مشوار، يعني بدك تحسبي النهار كامل، بس مثل ما قلتي حرزين لانه الواحد بيصير يستعد، بحط حاله بالجو شوي شوي. وراح نشوف هلا على الخريطه وين بتصير بالتحديد اندونيسيا. بتصور قطعت الخريطه من شوي. اندونيسيا مشاهدينا بتصير لكنها مثل ما مبين علينا بالمحيط الهادي، ويعني بين المحيط الهادي والمحيط الهندي، قريب كثير على استراليا، وهي بتصير بمنطقه يعني ساوث ايست ايجيا مثل ما بقولوا، باسيا الجنوبيه والشرقيه. وهون جزيرة بالي هي جزيرة من 13,000 جزيرة بكونوا لهالبلد، ما هي؟ بالي هي جزيرة من 13,000 جزيرة إندونيسية. ورح نروح اليوم بالتحديد معك جيهان على مدينة أوبود، مبين علينا بوسط بالي. هي مدينة أكثر شيء عشت فيها هونيك شهرين مثل ما عم بتقولي، وأخذت لنا كل هالصور الحلوة. طب خبريني، لكن أول شيء شو بيلفت
بالمنظر أول بالمناظر مثل ما قلتي حقول الرز مش معقول يعني على مد النظر عندك خضار بيبهر. أنا صرت بالنتيجة ألبس أخضر واشتريت مثلا هالحلق الأخضر كان عندي بنطلون فستقي وكله قد ما بتحس إنه لون بيريح وي. الطبيعة كتير كتير حلوة يعني. رح نشوف هلا صور أنتوا عم تحكي لأنه بيعبروا كتير عن الأشياء اللي عم تقول عنها الخضار الرواق الرواق. رح يبينوا علينا هودي الصور ومن الصور كمان يعني قبل ما نفوت كمان بالتفاصيل بدك تقولي لنا أي أحسن فصل نروح عليه لهونيك. هلا أساسا في فصلين بالسنة في فصل الشتاء بس مش شتوي يعني فصل الأمطار وفصل الجفاف. فصل الجفاف بيكون أشوب شوي بس يمكن أحسن من فصل الأمطار. أنا كنت بفصل الأمطار بس كان المطر محدود يعني الشتاء مقبول بس أيام بتشتي والشتاء مش مثل عنا يعني بتنزل بتصل عليك مثل مي, مي, مي. مي من فوق لتحت وصعب الواحد يتمشى وهيك يعني يمكن نيسان أيار بين اثنين شباط نيسان لحد أيار بين يعني بضله يعني هذا الفصل الجاف اللي ما في يعني فصل الجاف إيه ببلش مبدئيا بنيسان لتشرين إيه صحيح. وشو بتنصحين يعني خد معنا عم نشوف الصور الحلوة الرائعة يعني واحد مثل ما قلت بدل تشتي هونيك يعني بفصل الشتاء إذا سيقبنا هونيك مش هنيك مهم ناخد معنا دي تونغ تمام إيه يعني أنا بنصح واحد ما يأخذ إسبادري لأنه مع أنه في كتير مشي هلا إلا إذا بدك تزوري البركان تمشي على البركان إيه بس تونغ فليب فلوب إشي مفتوحة لأنه بتشتي كتير. وانا انتبهت على شغله انه الشتاء نحن هون بنخاف من الشتاء بس هونيك معودين عليها والشتاء سخنه لانه في شوب بقى بننتلي مي وبعدين اذا لابسه فليب فلوب او صندل بنشفوا بسرعه يعني احسن شيء الفليب فلوب وفساتين كله رقيق وما في مشكله يعني هلا عم نشوف حقول او اراضي الرز هول من الاوتيل اللي كنت قاعده فيه. كنت في اوتيل انا بحبه كثير اقعد فيه وهذا المنظر من اوضتي بما انه رحت عده مرات صار لي صور حقول الرز بعده مراحل بيان يعني ايه هيدي بعدهم عم بيزرعوها ناقعين اللي بينقعوا الرز بالمي وبيشتغلوا فيهم كل السنه وهن عندهم نظام كمان للمي كثير مثل عنا كيف الانايات في عندهم هيك نظام بيوزعوا المي على كل حق الرز كل فتره يعني كل واحد بيقدر يزرع عده مرات بالسنه. شفنا هذا المنظر نفسه كان بالاول الرز اصفر كان مجفف بالاول الرز بعدين كيف كانوا زرعين الرز كله مي هلا هون عم بصير كله اخضر حلو. وبعدين بيحرقوه بيشيلوه وبعدين في عندهم طريقه زرع كثير حلوه لانه كثير بيتكلوا على كل شيء طبيعي يعني وقت اللي بيكونوا حرقوا الرز بيرجعوا بيجيبوا بيحطوا فيه مثل الدود بقى في عندك ناس بيربوا هيدي الصورة كتير مهضومة هيدي فلتقطة هيدي ماشي بالسيارة هيدي من الأشياء الحلوة ببالي بتطلع بالسيارة وبياخدوكي ومناظر هيك كل الوقت عندك هون الخنزير واقف عم بتأمل هول شجر النخيل لأنه في كتير كتير نخيل وكوكونات وهيك كمان هول يعني على مد النظر كيف ما بتمشي. وهذا كمان كنا قاعدين بمطعم قهوه صغيره بتشوفيهم قاعدين عم يشتغلوا كثير قراب من ولادهم على ايدهم يعني صوره كثير حلوه كثير قراب من ولادهم فيها كثير يعني شعب كتير بتحسي معهم ايه فيهم كلهم حنيه وكثير بيهتموا بولادهم والشغل من على بكره لعشيه بس مع ولادهم هول يعني ماني قاصده صور انا قاعده وبتشوفيهم مرئين هذا يعني الحلو هودي صور مصورين محترفين جهان عن جد يعني صور كثير حلوه بس ومعبره كيف ما بتطلعي الكاميرا وبتكبسي بيطلعوا بوجهك هول يعني انه انا هذا اللي بهرني كل هالخضار يعني والرواق شفت الدنيا خضراء بعد هالسفره ايه اكيد هيدا كمان من قوطي كيف بيزرعوا كيف هون عم بيحرسوا يعني بالطريقه التقليديه هذا بعد انه الصمصيبي عنده مكنه اوقات بتشوفيهم هن بايدهم عم يحرسوا وبعدين قلت لك بجيبوا دود بحطوا الدود حتى الدود ياكل الجراثيم يا ما الاشي ما بتسوى بعدين بيجيبوا البط كثير مهم عندهم بيجيبوا البط بحطوه كمان البط بيصير ياكل الدود والبط بيتخزى وبعدين بيكون نظف الحقل وبعدين هن بيطبخوا البط بياكلوا البط هولي اذا شايفي على الشمال في مثل طريق صغيره هون انا كنت اتمشى دائما يعني بتروح كثير هين التمشي كنت روح كل يوم الساعه 6 وانا اكثر شيء ببالي يعني او بقبود اكثر شيء بيمشي ما هيك يعني انا كنت كثير يعني اللي مشي او الموبيلات هلا ايه في موبيلات هلا بالزمانات كان عندهم مثل السيرفيس او السيارات العموميه شوي اكبر بس مع للاسف او هذا يمكن شيء من ناحيه بردون هالصوره كمان كثير حلوه عم بتمشى بحقل الرز
وبعدين في هذا الرسام صرت معودة أقعد عنده، ضيفنا قهوة فوت أقعد عنده مرة، يو وانت كوكونات؟ قلت له إيه بدي كوكونات. ما شفته إلا عربش على الشجرة شي 10 أمتار، أخذها بإيد ورجع نزل أصل لي إياها هون. عم بقلي كتير عفويين وكتير طبيعيين وما أخذ حقه ولا شيء، وأنا كنت أقعد من ورا هون محل ما شايفه ما مبين هون، اقعد اقرا اتسمع عنده موسيقى. هذا البركان بركان عندهم كثير براكين، والبراكين كمان عندهم مقدسه وكثير عندها اهميه بحياتهم. يعني علو هيدا البركان فوق ال 1600 متر مع قبود عاليه، والبركان عالي كمان فوق ال 1600 مثل ما قلتي، وهيدي رحله الواحد بيقدر يعملها من قبود بالليل، بيجوا بياخذونا من الاوتيل الساعه 2 3 بالليل نص الليل حتى نروح نمشي شي ساعه ونص، يعني نطلع على البركان بركان بوجه بركان اخر تنشوف طلوع الشمس الساعه 5 الصبح. شيء كثير حلو، منظر بياخذ العقل كمان يعني بننتقل من الاخضر للازرق وللالوان كله طبيعه اكثر شيء. وبعدين الزهور بتجنن، وبما انه في كثير شتي كل شيء بيصير كثير كثير كبير، يعني انه عندك شجر موز بس كل ورقه شيء مترين، شيء مش معقول يعني غير بتحط غير سلم كله بالطبيعه، يعني بتحسي هيدا ملك الطبيعه هون، بتحسي انه احنا قاعدين عندهم بهالطبيعه وبالحيوانات. ببين علينا كمان انه في نوع من الهدوء، هل هذا الشيء صحيح؟ هذا اول شغله يعني حسيت فيها كل ما رحت لهونيك، حس بهالهدوء لدرجه انه بعدين قلت لك قررت بدي روح عيش ببالي. بعدين قلت لا، طب انا مبسوطه بحياتي، ما بدي اترك كل شيء واصحابي وهيك، خليني اجرب فتره صغيره، خليني اروح هيك فرصه. وصار لي انه روح اعلم، عملت تطوع يعني كنت اعلم بمدرسه، وهالفتره قعدت شهرين، وهالهدوء اللي عم بتقولي بحياتي اليوميه يعني كل الوقت، لانه بتضلك حاسه هيدا الشيء، لانه الطبيعه حلوه وهن هادين وهن رايقين وكل شيء حلو كل شيء جميل وبيعيشوا على رواق. خلينا نشوف بقيه الصور الحلوه والجميله اللي عم تحكي عنها، وهون ببين علينا الهندسه المعماريه ببالي اللي هي عندها نمط معين، ما هيك؟ مزبوط. شو اكثر شيء بيلفتك بهالهندسه؟ انه كل شيء مفتوح، مثلا هذا الاوتيل اللي بحبه اللي كنت اقعد فيه، هيدا المطعم ما عندهم شبابيك، البيت التقليدي، عم نقول البيت التقليدي اول شيء، هيدي بيسينه الاوتيل عندك انطباع انه مكمله هي مفتوحه ولكن بالرز دغري ورا، وهالصوره بحبها كمان انه كيف البيسين من جهه بس ورا في الرز مع المي، حق الرز مع المي. بقى الهندسه المعماريه تعبرين عن البواب والشبابيك. عن البواب، هلا البواب كل بيت بيبقى عنده باب، بس باب مش باب يعني كأنه عمودين وما في باب بيسكر، ومن جوا في عندهم عدة أوض، كل أوضة لعائلة، بس اللي بيميز قلت لك ما في بواب ما في شبابيك، وعندهم كتير اشياء برا. هيدا الحمام بيبقى برا حتى بالاوتيل اللي كنت قاعده فيه، هيدا اذا فينا نوقف على هالصوره شوي بتشوفوا انه تحت في مثل ستور، هيدا الاصفر ستور، ما في بواب، يعني ما في بواب، يعني هيدا نمط معين هن قاصدينه لانه عندهم تقاليد عندهم تقاليد بالنسبه للارواح. يمكن بتصور رح نتصور نتحدث عن الديانه والارواح عندهم كتير مهمه، وبيحبوا الارواح الخيره تقدر تفوت ساعه اللي بدها، بس الارواح السيئه معمرين بيوتهم بطريقه انه الارواح الشرير ما تقدر تفوت بمنعوة تفوت. هيدا ايه هيدا فندق، هيدا فندق كتير كتير حلو فخم، يعني انا قعدت من $15 لا كمان 5 نجوم. شوفي كيف كله بيزبطوا، هيدا اللي حلو هونيك، ليكي زهور، ليكي كيف نكون واصلين، هن هيدا السرون اللي حاطينه هون. كثير بلدان من الدول الاسيويه كثير بينتبهوا على التفاصيل، في عنايه للتفاصيل، وهن بيعملوا كل شيء خشب. هيدا كمان حمام نصه برا، هلا بيبقى في اربع حيطانات، يعني اكيد ما حدا بيشوف، بس من فوق كله. مش منه بس يعني فوق كله والحراره نفسها جوا وبرا بقى شيء كثير حلو، انه تتحممي وبكون نفس الحراره، هيك في هواء وفي مطر او حلو قاعد بالغابة، يعني ايه كتير نتقرب من الطبيعة. هيدا زهرة اللوتوس، لوتوس معروفة كمان كتير معروفة. هيدا كمان بيت تقليدي، إذا انتبهتي في شجر، هيدا شجر بقلب البيت، بقلب البيت، يعني مثل ما قلت كله بين جوا وبرا، كله جوا وبرا مفتوح على بعضه، كله مفتوح على يعني بعضه، ما في كلوازون، ما في بواب، ما في كل، يعني مثلا عندك أوضة عندها حيطان بس مش باب، هيدا غير محل مطبخ كتير كتير تقليدي، اذا بتشوفي كيف الحطب بس هون بسبا هون بيعملوا لكنها وغيرها وغيرها من الصور. يعني كل هيدا الجو تبع الهندسه المعماريه بفرجينا انه نمطهم مختلف وانه عندهم عادات وتقاليد كتير مختلفه. هلا رح نشوف كمان يلي لفتك انت قلت لي بالاول، هو قد ايه رح يعني شعب بيرحب بالغريب وبيضلوا يبتسم. رح نشوف بهالصور التقطيع لعده اشخاص من بالي، قد ايه هذا الشيء ببين من الكبار للصغار وحتى
الاشخاص يعني بتحسي ما عم بيعملوها قصد، هن بضلهم يبتسموا. يعني واحد بحس حاله سي كونتاجيو، بتحس حالك انت هونيك كل وقت عم تبتسمي. اصلا انا تعلمت اول ما وصلت هونيك لانه في عندك كمان حاجز اللغه، ما بيفهموا كثير انجليزي، انا تعلمت ترشق كم كلمه انجليزي هذا بيساعد، بس تعلمت انه يمكن يفهموني غلط، صرت ليك كيف كلهم بيبتسموا، صرت قبل ما احكي ابتسم حتى يعرفوا انه من اللي عم بيقولوا على كل حال مش سيء، هول الناس اللي قعدت عندهم مادي وايوب كمان اربعتهم على زيت الموتو، هول كلهم بخلهم بيقبلوا يتصوروا ما في مشكله ونعمين وبيعملوا يعني بياخذوا بور. ليك هون الاولاد كيف عم بيلعبوا بمجرور يعني من جرير مي مجويه بالبانطوفل عم بيجروها انه كانه بابو، يعني شعب ما عنده كثير اشياء بس مبسوط باللي عنده. هيدي كانت بتحمل الحجر على راسها، ليك هول اللي بيشتغلوا بالشانتيه بالورشه هن بيحملوا الحجر، وهذا شيء كثير ثقيل. انه هيدي صاحبتي بوتو كنت تتعلم بالمدرسه اللي انا علمت فيها عمرها 26 سنه، وكثير تعلمت كمان منها ابتسامتها حلوه كثير، ابتسامتها كثير حلوه. هذا عرس انعزمت عليه الكبار والصغار حتى اللي ما عندهم سنين، ما عندهم سنين ما فرق لي معهم ومبسوطين عم نصورهم عن جد، يعني شغله حلوه باول سنه هيك نفوت باجواء فرحه. وبعدين بيعزموا الناس يعني بكل سهوله، يعني تفضلي تعي على عرستها، ما بعرفهم كيف بدي اروح رحت على عرس ورب خبرنا شو صار معك، شيء طريفك شيء مهضومك، قصه صغيره صارت معك؟ صارت معي عده قصص، يعني كل يوم كانت مفاجاه جديده. بدي اقول لك يعني اوعى من على بكره ما اعرف شو راح يصير معي. مثلا هيدا عرس رحت عليه، هيدي كنت في واحد تعرفت عليه كمان رسام باشي يعني انه ابا كبار وهيك حكي. بعدين مره بيقول لي كان في معي صاحبتي اجت معي من سويسرا في سنه، مرقنا قطعنا عليه تذكرني بيقول لي بدك تروحي على عرس؟ قلت له ايه عرس مين؟ قال عرس الجيران. وهيك في ابدا رحنا مش اكيدين، قلت انا لا بنعرف شو اسميهم. قال بهالضيعه بتروحي بتسالي، خليت الشوفير وتلفن ويستفهم انه يا عمي معقوله في عرس؟ وصلنا لبسونا هيدا السرونج، لان كل شيء في احتفالات دينية ورسمية لازم الواحد يلبس سرونج. وصلنا عند الناس ما بنعرف حدا، مجموعة يمكن هلأ منشوف الصورة، العروس ولا عريس لبسين تيب تقليدية استقبلونا، ما حدا نستغرب ما بنعرف حدا، فتنا ببلد ما بتعرفي ناس ما بنعرفهم. هلا هن انبسطوا لان هول كانوا ناس ما معهم كثير مصاري ونحن معنا كاميرا، انبسطوا انه قاعدين نصورهم، تصورنا معهم. بعدين رحنا على الكوكتيل، الكوكتيل شيء بيضحك يعني لو بتشوف الصور. خلينا نشوف شوي الصور كمان هلا بذات الوقت، رح نشوف بهيدي الفقره يعني صور الاشياء الدينيه، لانه كمان معروفين كثير انه متدينين كثير. شو دينتهم هنيك؟ هلا هن الدين الهندوسيه، بس الهندوسيه البالينيه تختلف عن الدين الهندوسيه تبع الهند، هي مزيج من الهندوسيه والبوذيه. وكثير بيؤمنوا بالارواح. اذا بدك خبرك شوي عن الديانه، هلا كل ديانتهم بتقوم على الارواح، ارواح الخير وارواح الشر. هلا هون بنشوف مثلا على باب المعبد تمثالين، واحد للشر واحد للخير، كل معبد. هلا هن عندهم اله ما بيسموه، بيعتبروا انه هالاله بيتخذ اشكال مختلفه ومتعدده، عندك اله الرز واله الشمس واله اللي بدك اياه. بس المهم عندهم الفلسفة، فلسفتهم بدينتهم العلاقة بين الشر والخير، بيعتبروا أنه ما لازم نقضي على الشر، هيدا مختلف يعني بالنسبة لديانتنا. موجودين بيعتبروا أنه بالحياة الخير والشر بيمشوا سوا، وأنه إذا بتشيل الشر ما بتعودي تعرف الخير، بقى بيكرموا الشر مثل ما بيكرموا الخير بس بيجربوا يتفادوا الشر، وكل شيء بيدور حول هالمفهوم. وبعدين بيصيروا بيعتبروا أنه ما زال أنا بقر بوجود الشر بالحياة، هذا يعني أنه الشر موجود بكل بشر وموجود فيي، بقى مثل ما أنه موجود فيكي موجود فيي. بقى إذا أنت تصرفتي غلط قبل ما أقوم عليك وأحكم عليك برجع بتذكر وبتفهم أنه أنا في الشر كمان، ويمكن حلوة. أنا هيدي فلسفة كتير حلوة وبكل حياتهم تتجسد يوميا، ويلي ببين أنه بكل حياتهم بيعيشوا كرمال يكرموا الآلهة. يعني هلا كل الصور هلا هون مثلا عم بتشوفيهم عم بيتصبحوا بالبسين، بس هون عم بيتطهروا بالماء. كل حياتهم بتدور حول تكريم الآلهة، إله الشر والإله الخير، هلا بكرمون بطريقة مختلفة. بقى كل حياتهم هون اللي شايفتيهم ما بعرف إذا بين مثل السليل، عندهم مثل الهبة أو العطية بيعملوها كل يوم كل نهار، بياخدوا ورق النخيل ورق النخيل بيعملوا هيدا بردون، هيدا معبد على على صخرة كتير كتير حلو. عن جد منظر رائع. بقى هول العطايا أو الهبات بيعملوا هن مثل السلة بالنخيل، بياخدوا ورقة النخيل ومنها بيشيلوا النسرة بيصيروا يخيطوا تيعملوا سلة صغيرة وبيعبوها زهور. هيدا إله كمان يعني اكيد مش بالنسبه لنا اله، بس يعني بالنسبه لهم. بتشوفي انه حاطين عليه مثل شرشف صفرة اسود وابيض،
له رمز الاسود والابيض الخير والشر الخير والشر وكمان نفس الشيء انه بيمشوا سوا دائما وهون اثنين نحن ما بنميز العاطل من المنيح هون اذا بتشوفيهم مثل بعضهم تقريبا بس هن بيميزوا وبتشوفي انه حاطينه بنفس المقام انه يعني انت بما انه قعدت هونيك شهرين تقريبا عدد مرات رح تقدرتي تعيشي هالتقاليد هيدا طبعا مشان هيك طبعا يعني كثير هينه هيدي صاحبتي اجون كمان تعرفت عليها شوفي كيف عندها سله صغيره قدامها وهيدا ابنها لابس الثياب التقليديه اثنيناتهم حتى الرجال بيلبسوا السارون وانا باحتفال معين باحتفال ميلاستي قبل عيد راس السنه واذا صرنا نحكي عن عيد راس السنه وعيد الارواح الشريره شيء بياخذ العقل كمان هيك بتشوفي بحطوا بخور بيعملوا بخور وعندهم هالزهور وعندهم طبيعه معينه واذا بدك طرفه ثانيه كمان قصة هيك انه انا مره رحت قالوا لي انه في احتفال بمناسبه معبد مثل هون هيدا احتفال ميلاستي على جنب على شط البحر انا رحت على احتفال حضرت الاحتفال وانت كنت خايفه ما تكون عم تعمل شيء غلط انا خايفه يعني اعمل شيء غلط انا الوحيده الاجنبيه بس ابدا ما استغربوا اجى واحد قال لي قلت له ممكن اقعد قال لي ايه قاعد حد مني هلا مش عارفه ولا كيف بدي اقعد والطريق والسيارات مرقه خفت تعطولي على السوري بعدين شفتهم كل واحد عنده سله صغيره وبدهم يبلشوا الصلاه والخوري بدق الجرس هيك يستدعوا الخوري تبعهم ايه الخوري تبعهم هلا يمكن نشوف ليكي كل هول كيف بيمشوا كمان السليل بس هول سليت كبار على راسهم والنسوان هن اللي بيحملوا سليت شفت الرجال ما بيحملوا شيء بيرتاحوا الرجال ما بيحملوا مزبوط طب خبرينا ايش عاد صار بقى انا جيت انه بدي صلي معهم مش عارفه كيف بدي ما اعمل ما عندي زهور عطيني سله زهر هيك حطت هيك مثل ورق يعني حطت زهور بالسله الخوري دق الجرس طيب صاروا كل واحد انه بتشيلي زهره يعطيني زهره ببركه كانه ببركه ايه وبعدين بكبها بعدين اثنين ثلاثه هيك انا استحيت انه عم بخذله كل زهريته يعني وعيب يعني ما بيصير اخذت وحده بركوها وهيك رجعت حطيتها بالسله كان رح يجن يعني هيدا شيء هنت الالهه انه كيف الشغله ايه بقى هيك اشياء طريف بس ما بي هودي القصص الحلوه يعني بتصير ببلدان واحد بيكتشف كل الثقافات هيدي اذا فينا عندنا وقت نحكي عن هيدي اي هيدي الكريماسيون اوكي هيدا حرق يعني بدنا نحكي سريعا عن هيدا الشيء مثل ما قلتي انه في عده تقاليد مختلفه وبيناتها حرق الجثث هونيك يعني بيعملوا كريماسيون بيرمدون يعني كانه بيصيروا رماد وبعدين بيكبون هون اذا بنشوف بالصور لانه في صور عديده واحتفال بنلاحظ انه مع انه هيدي حفله احتفال عم بيعملوها يحرقوا جثه الموتى مبسوطين لانه هيدي بيعتبروا انه هيدي المناسبه يلي بالنتيجه الجسد بده يلتقي بالروح وبعدين الميت بحطوه بيعمروا له مثل هيدا الطور بحطوه فيه بيكونوا جيبوه ببرج كبير يمكن نشوف صورته كمان كله معمر وكله بده يتدمر هيدا لانه كانوا اثنين نفس النهار بدهم يرموا كلهم بيعمروهم بيرجع بيحرقوهم كله لان هيدا بمفهوم ديانتهم كمان انه ما في شيء دايم وبيتذكروا بكل شغلهم انه كل شيء بيزول ونحن اكثر شيء بنزول وكل شيء بنقى هون ليكي كيف حرقوا التور بعدين بدها غريب يعني احساس غريب جدا يعني عن جد بتحسي انه من التراب نحن من التراب ولا التراب نعود وهن منهم زعلانين لانه بيعتبروا انه هذا الشخص اللي بحبوه رايح حرروا من جسده من جسمه تيلتقى بروحه لكن يعني غير كمان شق الدين البحث في كمان شق التقاليد المعروف كثير ببالي يعني كنت عم تقولي لي قبل انه وين ما بتروحي كل السنه كل الوقت عم بكره تظهروا على شيء بضل في تقاليد جديده وحد يكتشفها وهذا الشيء يعني غريب لسايح كل الوقت وحتى لدرجه الصوره اللي انتم عم تحكي انه هن ما عندهم فرصه لهيك مثلا جمعتين فرصه بالسنه بس كل ما عندهم سيريموني مثل ما بيسموها بياخذوا فرصه بيروحوا هلا السيريموني فيها تكون على عده اشياء ولا بتتصوريها انه مثلا البيبي ما بحق له يدوس الارض قبل ما يصير عمره 6 اشهر لانه الارواح الشريره بتجي عليه وقت اللي بصير هيدي رقصه الكتشاك اذا رحتوا لهونيك فيكم تشوفوها كثير حلوه كمان لابسين اسود وابيض نفس الرمز الخير والشر وهي قبود معروفه هالمدينه انه هي يعني مدينه الفن والرقص والموسيقى هيدي كمان رقص بتشوفيها بتفتكريها لوحه هيدي او صوره لا قاعدين عم بيرقصوا وبتشوفي شو بيعملوا اهميه للمكياج ولزينه كثير كثير وكلهم فنانين ملونين كلهم ذهب كلهم فنانين من هن وصغار بيتعلموا الرقص وبيتعلموا الرسم وبيتعلموا الموسيقى وهيدا اللي حلو بتحسي انه بالنتيجه كل واحد منهم عنده فرصه بحياته كل يوم مش بس بحياته هيدا انه يبين يكون حلو ويتميز برقصه وبفنه بقى التقليد عندك كثير عندك وقت اللي الولد بيصير
بالسفري بيقدر يمشي على الأرض. بعدين عندك في عندهم على 13-14 سنة بيبردوا لهم الأسنان الأمامية، لأنه كمان بيعتبروا أنه الأسنان السنين لازم تكون مصفوفة، لأنه في إذا طالع شوي زيادة كلهم بيبتبسموا مزبطين أسنانهم. مزبطين أسنانهم لأنه هولي لما يخلوا الشر كمان يطغى على الخير. وعندك يعني عم قلك تقاليد كل السنة وكل الوقت وبتنعزمي هيك. كنت عم تحكي من التقاليد ومن الأعياد اللي بعدوها هي رأس السنة، قلت أنه هو اسمه نيابي وهيدا الصمت أو السكوت. ايه؟ بهنهار بيسكتوا كلهم، ما بيعملوا شيء. شيء غريب عجيب. يعني إذا صار لكم تروحوا على بالي من ناحية لازم تنتبهوا أنه إذا كنتوا نهار نيابي كل شيء بيسكر. أوكي. يعني جزيرة 3 ملايين شخص بتسكر، ما في مطار، واحد بده ينتبه ما يسافر بهالنهار لأنه بيعلق. السفر أكيد ما في طيارة، بس إنه إذا رايحين جمعة وبدكم تعملوا شيء ما فيكم تعملوا شيء. بيصمتوا كل النهار، ما بياكلوا ما بيشربوا، ما في كهرباء، ما في مي، لا مش ما في مي، ما في كهرباء. ما بيعملوا شيء، ولا كمبيوتر ولا تليفون ولا شيء، وما بيحكوا مع بعضهم للتأمل. هلا خلينا جهان ننتقل على هذا العرس، هذا محل انعزمت عليه. اوكي خلينا نشوف هذا العرس. الحلو انه انت قدرت تعملي كل شيء هونيك، يعني واحد اذا منظمه قبل بسنه ما بيعمل قصص. لانه كنت عم بعيش حياه طبيعيه مع الناس. بركي بنشوف بعد كم صوره من هذا العرس، كثير حلو ببين علينا شو بكونوا لابسين. قدرت تحضري عرس هذا حدا قلت لي غني؟ لا هول منهم كثير اغنياء، وهلا ما بعرف اذا بنشوف السؤال الثاني لانه بتشوفي من التاج. هيدا عرس ناس معهم مصاري اكثر. هيدا كمان اللي عاملينه كله طبيعي من شجر النخيل وورد وزهر ورز وهيك. ايه هيدا مزينه يعني مدخل. هول البنات كانوا بالاوتيل اللي بيشتغل فيه هن اللي عزمونا. واهم شيء عندهم هيدا الزنار، يعني مثل ما قلنا انه من اهم القصص واحد ياخذها معه او يشتريها من هونيك الزنار، لانه اذا ما سارونج سارونج بس فوق من ما تعملي زنار، انه اهانه مشانهم تروحي على معبد احتفال او احتفال وما تكوني لابسه السارونج. رجال ونسوان وهن رجال لبسهم التقليدي كمان السارونج. اخر الحلقه شو يعني سارونج. هذا كمان العرس اللي عم بيصير في عن شغله حلوه، بس قدرت صورت عاده يعني ما انا ما كنت بدي صور. في وحده سايحه كانت هون كمان معزومه مثلي صدفه، واقفه قدامهم وعم بتصور، ما بيتضايقوا كثير كثير متسامحين. ايه انا صورت بعدين كل الصور انا عملتها. ايه هيدا اذا شفت العروس عندها مثل التاج العالي على راسها هيدا دليل بيكون. ايه قالت لي شيء كثير بيوجع. حرام. ايه هيدا اللي الخوري بيسموه عندهم براهمان، بيكون من طبقه البراهمان، واللي بتشوفيهم قدامهم كل هالتاج. كنت عم تحكي عن هيدا التاج انه كل ما كان اكبر واتقل دليل كل ما بيكون غينا. ونفس الشيء للموت، كل ما البرج اللي بيجيبوا فيه جثه الميت اكبر كل ما بيكون دليل غنى. هولي كمان هولي الأفراند التقديمات اللي بيعملوها بيجيبوها على المعبد. ايه هون حاطين فواكه. كنت عم تخبرينا انه بيقدموا للآلهة كمان قشة فيهم هن يرجعوا ياكلوها. ايه هيدا ذكيهم انه ليكي هون عم بتبارك الكمبيوتر. اوه سيب الكافيه جيب ثلاث اربع مرات بنهار بتشوفون بيباركوا يعني كل الوقت. هيدا صنع الأفراند. هيدا الست جارتي كانت وجربت اقعد معها اتعلم اعمل من ورق النخيل مثل ما قلت لك، وبيرجعوا بياخذوهم لانه هن بيعتبروا انه الالهه بتتغذى من نكهه الفواكه او من جوهر من روح من روح الاكل. بيرجعوا بيجيبون على بيتهم وبياكلوهم. هول انا كنت صرت مثلهم كل يوم على بكره اجيب هيك سله صغيره حطها مع بخور. هيدا كمان تقديمه بتشوف بضحك انه في بلاستيك حلوه كثير يعني مثل الفيلم على طول واحد بحس حاله بعالم ثاني. فيلم من على بكره لعشيه. وهذا صار لي لانه كنت بجو تقليد يعني معهم جو محلي بفضل المدرسه اللي علمت فيها. يعني سبحان الله بتعرفي جهان في واحد بيروح على بلدان بحس حاله انه مرتاح فيها اكثر من غيرها. يعني مع انه واحد بيسافر كثير بس في بلدان اكثر من غيرها. هيدا الاحتفال قبل راس السنه اسمه اوغو اوغو، يعني الاشرار الارواح الشريره. هلا بيكرموا الارواح الشريره بيعملوا لهم هالاصنام. يعني هيدا رعب، انا هيدا بفضل ما اشوفه ما بقعد نام بالليل. بيقضوا شي ثلاث جماع تيعملوهم هن وبالاخر بيحرقوهم. والولاد صغار بيكونوا موجودين وما بيخافوا بيحبوهم وبيعملوهم هن كمان. بيحرقوهم ليك قد ايه تقنينهم وقد ايه شغلينهم وبيجمعوا مصاري وبيشتغلوا فيهم اشهر كثير شي ثلاث جماع او شهر. بيحرقوهم مش تيقضوا عليهم، بس انه هيدي الوسيله رجعوا يردون على بيوتهم. بيقولوا لهم طيب نحن كرمناكم رقصنا معكم عملنا لكم كل هالهبات، يلا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا والله معكم، رجعوا على بيوتكم بنشوفكم سنه الجاي. وهذا تقليد ثاني كمان. هيدي البنت قال عيدها عيد ميلادها ما بتفهم عليهم هلا مبدئيا ست سنين، بس عندهم رزقنا غير شيء اصغر. وبالتقليد في هيدي الصوره الخي الكبير، لان بيعتبروا انه وقت اللي بنخلق كل واحد منا يعني كيف نحن عندنا الأوش جارديان، في عندهم في عندك أربع إخوات بيحموك بيحرسوا بقى بيجوا بقى على كل احتفال مهم
كمان بيكون موجود بالرمز بحطوا له تيبو للاخر مش موجود إيه. يعني عن جد تقاليد رائعه وجو رائع وكمان الاكل بدي اسالك عن الاكل هل يا ترى طيب اكلهم هونيك مش طيب اكل اسيوي يعني بس نكهات مختلفه عن الاكل التايلاندي الاكل التايلاندي معروف انه كثير حر ببالي كمان عندهم شيء اسمه السامبال هيدا الصلصه بس اكل حر كمان اكل حر اقل من تايلاندا شوي بس اكل حر يعني انا كنت اطلب بدون حر بيتميز فيه الكوكونات في جوز الهند كثير اكيد الرز ممكن وعندهم... نشوف صور هلا مبينه هيدي مثلا هيدي نازي شامبور نازي نازي يعني الرز هذا اللي بتشوفيه بالنص هيدا نازي مع ساتي يمكن اكلين ساتي بتايلاندا الرز بيعطوه عده اسماء حسب شكله هيدا البابي جولينج هيدا خنزير صغير بالكوكتيل اللي انعزمت عليه العرس حشينه شكله ما إيه ابدا إيه. بس بالمطاعم في الخنزير المحشي طيب كمان لكن شكله بياكلوا البط كثير وعندهم لكن نازي جورينج بيكون رز مقلي مع خضره لكن هون عاملين مثل بيسمنت جوانح البط واجرين البط يعني انا معلش حقيت كثير اكلت هونيك وصحيت لكن هلا اكلت لانه ما كنت بدي صفهم يعني وتعودت اكل بكل الظروف وكانوا بروح على السوق ياخذوهم يحطوهم واحد بينسى شوي هو يعني خلص انا كان همي اعيش معهم وانبسط معهم قلت مش راح اقعد اقول لهم لا بقرف وكذا اكيد يعني هنا كمان الاشخاص اللي عايشين طب واحد شو في يجيب معه جهان من هونيك قلت حكيت عن السارونج رح نفرجي السارونج سارونج هو هيدا مثل تيسيو مثل الباريو اللي بناخده على البحر بس هيدا بيلفوا فيه اكيد يعني بيلبسوه مثل تنوره الرجال والنسوان إيه؟ للتقاليد وليفوتوا على المعابد ما هيك هلا اذا بس على السريع كمان نحكي عن ال إيه هيدا فولار هيدا اكثر شيء فيك تشتريه هونيك يعني حرير كثير حلوين هول عده الوان كبار وصغار شغل الحرير كثير حلو فيهم يستعملوا كمان زنار وغيرها إيه من الاشياء يعني ما بقى دهمنا الوقت اشياء من الخراز اشياء من الكوكونات واشياء من الزهور وهيدا مهضوم مثلا هيدا مش حرف على الكمبيوتر يعني تبعك بمحل مكتوب يعني قبود قبود مونكي فورست هول المدن الاساسيه ببالي وفي كثير بيعملوا كثير بينحتوا وفي حجر وفي خشب كمان منحوت اشياء حرفيه كمان معروفين فيها جوز الهند جهان ميرسي كثير سفرتينا معك حلمتينا بعالم ثاني رح نشوف هلا اللائحه الختاميه بس قبل ما نختم بحب عيد رالف كيروز لان اليوم عيد ميلاده شخص بعز كثير على قلبي ورح نترككم مع اللائحه الختاميه وعلى الموسيقى التقليديه من بالي ميرسي كثير جهان ميرسي كيف بقولوا تيري ماكاسي هيدا هي دي لساما ساما ثانك يو Thank you.